قافلة الهدى الدعوية. نعم، وهذا ما يحصل الآن فعلا، أن الآن الجميع أو الغالبية تتحدث عن تأخر النصر. طب معقول الله باضي بقتل هؤلاء الناس؟ ما باضي الله عز وجل بهدم هذه مساجده؟ باضي بانتهاك مصاحفه؟ هذا الذي يخطر الآن على باله. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا السؤال. يقول الله عز وجل، ونبغى أكمل هالثلاث آيات وراء بعض حتى نفهم فعلا. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لاحظ ما قال الذين أسلموا، الذين آمنوا. إذا لازم ينظف لين يطلع المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إذا دافع الله عنها الآن وانتهى بشار وانتهت القضية، طلع لك وجوه أسوأ من بشار. قال الله بعدها: أذن للذين يقاتلون. إيش؟ بأنهم ظلموا. طيب الله يرضى بالظلم؟ أنت الحين تبت سؤالك. طيب الله يقول أنا أعلم أنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. سبحان الله، ما قال سأنصرهم، قال أنا قدير. طيب مش قال بعدها يمكن هذول عندهم مشكلة في دينهم؟ قال: الذين أخرجوا من ديارهم. ليش أخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. لو ما في ناس تتكلم بالحق وتتكلم بالتوحيد ونبذ الشرك ونبذ الخرافات اللي قاعد تصير، إيش كان بيصير رب؟ قال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. سؤالك فعلا ستهدم مساجد ومساجد. أي مساجد؟ شوف الله تكلم عن مساجد عجيبة، مين أي مساجد صلى فيها وبس؟ لا، قال: ومساجد يذكر فيها اسم الله، اسم الله كثيرا. مش قال الله بعدها: ولينصرن الله من ينصره. اللي ينظف الله الناس اللي ما ينصرونه ويبقى اللي ينصرون الله، والله سينصرهم الله. خلينا نكمل الآية: ولينصرن الله من ينصره. شوف ختام الآية: إن الله لقوي عزيز. يعني إذا نصرك الله لا تنظر لخصمك بشار، هذا نملة عند رب العالمين. ايش قال بعدها؟ من هم يا رب؟ الواحد الان المؤمن تشرب بنفسه يقول: يا رب بس وصف لي ايش يسوون هذولي، كيف ينصرونك؟ انت وعدت وعدك حق، في وعد وفي شرط. اذا حقق العبد الشرط حقق الله له الوعد. اذا الله الان قال لام القسم، هذه لام موطئه القسم، الله ما يحتاج يقسم حتى نصدقه. قال: ولينصرن الله من ينصره. ان الله، يعني لا تنظر لبشار وهالتفاهه، والله هذا نمله، هذا ذره عند رب العالمين. قال: ولينصرن الله من ينصره، ان الله لقوي عزيز. من هم يا رب؟ علمني عشان ابدا اقيس نفسي كم البون والفرق اللي بيني وبين هذولي. اللي يعني في شروط، واحد اثنين ثلاثة. أنا لما أقول يا أخي الوظيفة هذه ما يتقدم عليها إلا واحد معه بكالوريوس ومع لغة ومع كمبيوتر، أنت ما تجيني إذا معك بكالوريوس ما معك لغة ولا كمبيوتر، صح؟ لكن لما أقول لك حط الشرط الأول وتجيب أربع صور و و و تضبطها قبل لا تقدم علي، لأنك تعلم أني أنا هذه شروطي. ما حضرتها ما أقبلها، ما أصلا ما تقدم أنت، لكن مش احنا مقدمين، احنا قلنا ما سوينا شيء. إي والله. قال الله: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين، خذ معك ورقة الآن واكتب، الذين إن مكناهم في الأرض. نصرتها الآن على عدوه وقلت له يلا تعال احكم.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا، ما قال صلوا. هل إحنا نقيم الصلاة؟ أقاموا الصلاة يعني يصلي وهو خاشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هل إحنا فعلا الحين بعضنا ما يصلي؟ فإذا شروط خلينا نأخذها واحد واحد. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما تكفي. وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم ذكر بعدها فرعون وعاد وثمود وأن نسفهم كلهم. متى؟ يوم حققوا هؤلاء عوامل النصر. الآن يا أخي لا نقول نروح بعيد، ما نبغى نمكننا في الأرض تحطني في برلمان وأحكم بشرع الله. الآن في بيوتنا نحن حكمنا شرع الله، اللي يقوله الله صح واللي ما يقوله هو خطأ. شيخي الغالي تعال نتكلم عن قضية أقل مراتب الإيمان، أقل مراتب الإيمان، وقيس نفسي أنا وإياك الآن، وأبغى كل من يسمعني، ما هو بس في أهلنا في سوريا بل في كل مكان. الآن لما تحضر مكان فيه منكر، إحنا لما تقول لكل واحد أنت مؤمن يقول كيف يا أخي؟ طيب تعال أختبر إيمانك بأقل مراتب الإيمان. الحين واحد راح الآن لي، وهذه شيخة أعجبتني من أحد الإخوة لما ذكرها، يقول لجيت في مكان ولقيت فيه منكر، يقول أطلع. فيسألوني الناس، يعني قلت بدري تو الناس، توك جاي يعني خمس دقائق وطلعت، فتو الناس. يقول لك والله أنا بطلع، ما هو والله أنا جاي عشان أتعشى وأقعد معكم، بس أنا قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، طيب فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. قال إيش بعدها وراها؟ قال وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فيقول وأنا طالع أقول لهم أنا بس طلعت عشان بطمئن على إن في عندي حبة خردل، لأني الحين سكت لا بيدي ولا بلساني وقعدت معكم، إذا أنا أثبت نفسي ما عندي حبة خردل من الإيمان. مسلم نعم بس ما في إيمان. فهل فعلا إحنا نحافظ على قضية الحبة والخردل هذه؟ هل يا شيخ فعلا هذه واحد يقول دخل إنكار المنكر حتى بقلبك في النصرة؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى جعل لنا أمور حتى يعجل بالنصر، إحنا نبغى عوامل النصر عشان نسرع يا جماعة. لما خالف في أحد ومعهم محمد صلى الله عليه وسلم، لما خالفوا يقول الله سبحانه قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا كيف، قال قل هو من عندي أنفسكم. في جماعة إحنا ما نبغى نطول على أنفسنا، نبغى من اليوم كل واحد في بيته. يا أخي عيالك نايمين ما صلوا، يا أخي قومهم. أنا نبغى الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله راضي على هذا الكلام إجابة لسؤالك. الله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم، لكن الله سبحانه وتعالى ما يرضى أيضا أنه يهلك ظالم ويجيب مكانه ظالم.